السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة، ونناقش فيها اليوم أهم التطورات في رابع أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة والأخير والدمار الذي خلفه الاحتلال وتصريحات قادته باستئناف القصف على القطاع المحاصر بالتزامن مع استمرار جرائمه في الضفة الغربية المحتلة. سيكون معنا مشاهدينا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول من بيت لحم المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الحيلة. مرحبا بكم معنا، حياكم الله. وعبر سكايب أيضا من ستوكهولم سيكون معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان أبو شقراء. نرحب بكم معنا أستاذ عدنان. أهلا بك. وستنضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي، ننتظر حضورها ونناقش هذه التغطية مع ضيوفنا الكرام بعد فاصل قصير. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة للأوضاع في الأراضي المحتلة وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصى، واليوم هو رابع أيام الهدنة التي عقدت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. نبدأ مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني كيف تصفون رابع أيام الهدنة وتبادل الأسرى بعد ثلاث دفعات، اليوم ينتظرون الدفعة الرابعة، كيف تصفون الأجواء في رابع أيام الهدنة؟ هل كانت متوقعة؟ هل سارت بالاتجاه الصحيح أم لا؟ يعني مراقبتنا للأيام الثلاثة الماضية واليوم الرابع، أعتقد أنه نجحت المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في رسم المشهد الحالي، لأن هذا المشهد لم يكن يتوقعه الاحتلال ولم يكن يريده، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي عندما جاء إلى قطاع غزة وفي الهجوم البري والذي استبق بقصف جوي عنيف ووحشي على كامل قطاع غزة، جاء ليطلق سراح هؤلاء الأسرى لدى حركة حماس بالقوة، ولكن المشهد يقول أنه الاحتلال فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو كان من أحد أهم الأهداف المركزية، ناهيك عن بعض الأهداف الأخرى التي كانت غير واقعية كالقول بإبادة وسق حركة حماس وتغيير الواقع في غزة في مشهد يرسمه الاحتلال الإسرائيلي. لكن ما دمنا نتحدث عن موضوع الأسرى، فالاحتلال فشل في ذلك. الذي رسم معادلة الهدنة هي المقاومة وهي حركة حماس، ولعل ذلك له العديد من التفسيرات. أولها أن الاحتلال كمؤسسة عسكرية وأمنية فشل في تحقيق هذا الهدف. الأمر الثاني والمهم أن جبهة الداخلية انتقلت رويدا رويدا من فكرة شن الحرب بهذه الوحشية بما فيها من دماء ومجازر وإبادة جماعية تجري في قطاع غزة وتدمير كل شيء. لم يعني يستثني التدمير أي مكون من مكونات قطاع غزة، إلا أن هذه الجبهة الداخلية وهذا الجمهور الصهيوني بدأ ينتقل إلى فكرة أنه ضرورة أن تركز الحرب لإطلاق سراح الأسرى بعد أن فشلوا في هدفهم الأساسي أو الكبير هو القضاء على المقاومة وحركة حماس. هناك طبعا نقطة ثالثة ومهمة في هذا السياق، وهي لعلها مركزية في قراءتي للمشهد، هو التحول في موقف الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية واضح تماما أنها خلال الأيام الماضية كانت تقديراتها تتبدل تدريجيا، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتبنى بالضبط كل ما يصدر من أهداف وسياقات يتبناها الاحتلال الإسرائيلي. نعم. لكن في الأسبوع الأخير واضح أن هذه الإدارة بدأت تشعر بأن الرهان على الاحتلال الإسرائيلي وقيادته العسكرية والأمنية رهانا فاشلا، ثم التداعيات الداخلية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كإدارة أمريكية والرئيس بايدن نفسه بدأ يشعر بارتدادات هذه الأزمة وتواصلها وعدم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه. وهناك العديد طبعا من الإحصائيات واستطلاعات الرأي التي تشير، ولعلنا نتناولها لاحقا في هذه الحلقة، التي تشير بأن الرئيس بايدن بدأت حظوظه الانتخابية تتراجع، فكان بالضرورة أن يذهب باتجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لينزل على شروط، لينزل
على شروط المقاومة وحركة حماس في غزة. طيب أستاذ عدنان، نبدأ مما انتهى الأستاذ أحمد منه، أنه بايدن في كلمة له أكد على استمرار جهود للإفراج عن باقي المحتجزين. ما الذي يمكن أن يقدمه بايدن من أجل الوصول إلى ذلك والإفراج على جميع أو عن جميع المحتجزين والأسرى لدى حركة المقاومة حماس؟ بداية تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين والرحمة لشهداء فلسطين. منذ بداية عملية طوفان الأقصى كانت الإدارة الأمريكية هي التي تسير الأمور، يعني عندما كانوا يتحدثوا عن وقف إطلاق النار كان بلينكن هو الذي يتحدث وبايدن، وكما ذكر ضيفك قبل قليل أن الجانب الأمريكي تبنى الرواية الإسرائيلية، ولكن أنا أذهب أبعد من ذلك، الذي قاد كل الأمور سواء السياسية أو حتى العسكرية كان الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي كان يتصور أن قوات الاحتلال الصهيوني ستستطيع أن تدخل غزة وتنهي حكم حماس، ولكن اكتشفوا أنه بعد 50 يوما تضطر القوات الصهيونية وتضطر أمريكا ومعها كل الدول الداعمة أن يشاهدوا أن كتائب القسام هي التي سلمت الأسرى ومن نصف منطقة غزة، غزة التي كان يتحدث الكيان الصهيوني أنه قد احتلها، ولكن يبدو أن هناك كثير من المعطيات الإدارة الأمريكية اكتشفت أن كثير من المخططات، منها مخطط التهجير الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية لم يتم. القوات الصهيونية لم تستطيع أن تكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ولم يستطيعوا أن يحرروا الأسرى كما ذكروا، ولذلك اضطر الجميع أن ينزل على الشجرة ويقبلوا بشروط المقاومة الفلسطينية، ألا وهو أنه لن يكون هناك تسليم للأسرى الإسرائيليين ومتعددي الجنسيات إلا بتنظيف السجون من الأسرى الفلسطينيين. ونحن نعرف أنه لغاية الآن ما يجري هو عملية تبادل لأسرى مدنيين مع أسرى فلسطينيين، منهم الكثير من الشباب الأطفال والنساء الفلسطينيات. الإدارة الأمريكية كذلك تعاني داخليا، عندما تحدث الجمعيات الإسلامية والعربية وقالت لبايدن أنه لا تحلم بأخذ أصواتنا في المرحلة القادمة، ونحن نعرف أنه في الانتخابات الماضية كان الفرق ليس كبير، وهو يعرف أنه دون هذه الأصوات لن يستطيع العودة إلى البيت الأبيض. كل هذه العوامل اجتمعت لتجبر القيادة الأمريكية بالدرجة الأولى أن تعطي الأمر إلى الكيان الصهيوني أن يلتزم بالاتفاقيات التي توقع مع المقاومة الفلسطينية. طيب بودي أن أسأل سؤال أستاذ أحمد، يعني هنا ضمن عملية طوفان الأقصى وتخطيط المقاومة لها بدقة وبرسم أهداف استراتيجية وتكتيكية عملت عليها طيلة فترة هذه العملية، كانت هي من تمسك بزمام اللعبة. اليوم بعد ربما تسليم الأسرى، ألا يعد ذلك أن حماس ربما تفقد جزء من أوراق الضغط التي تمارس داخل الأراضي المحتلة وخارجها من قبل القوى الغربية؟ أخي الكريم، المشهد الآن الذي شهدناه في غزة طوال الأيام الماضية يدلل على أن لا، أوراق القوة لدى حركة حماس. يعني لاحظوا معي بالأمس عندما يتم تسليم هؤلاء في وسط مدينة غزة في ساحة فلسطين التي كانت تعج بالدبابات وانسحبت تحت ضربات المقاومة، تأتي كتاب القسام وهي التي تحدد المكان وتحدد الزمان وتأتي بهذا الحضور اللافت عسكريا واللافت إعلاميا، وحتى أن الجمهور الذي من المفترض حسب الرواية الإسرائيلية أن تكون غزة بلا بشر، لكن جاء الجمهور في ساعة متأخرة وكان يعني يعرب عن سعادته في ما جرى. أريد القول بأن حركة حماس كقوة عسكرية ما زالت حاضرة وما زالت هي التي تتحكم بالمشهد. هذا أقصد أستاذ أحمد، أنه فيما بعد لو مثلا استنفدت وانتهت عملية تسليم الأسرى، ألا يكون هناك مبرر؟ صح التعبير، يعني استنفاد مخزون الأسرى، استنفاد مخزون الأسرى وأوراق الضغط على الاحتلال. شوف، بلا شك عندما أقول أنا أن حركة حماس لا زالت يعني تملك القوة العسكرية، اثنين تملك الدعم الشعبي رغم حجم الدمار الهائل والقتل اللامحدود في البشر. الأمر الثالث والمهم
أن فيما يتعلق بمخزون الأسرى، اليوم كل الحديث يدور حول الأسرى المدنيين، وهؤلاء الأسرى المدنيين بالمناسبة كتائب القسام منذ الأيام الأولى بداية المعركة قالت نحن ننتظر البيئة المناسبة الأمنية المناسبة للإفراج عنهم بدون مقابل، لكن تعنت الاحتلال ورفع السقف والتأكيد بأنه لا يمكن أن يقبل بأنه حركة حماس التي تحدد وهي التي ترسم المشهد، قال أنا سأذهب إلى غزة وسأخرج كامل الأسرى إن كان بغض النظر عن تصنيفهم عسكريين أم مدنيين إطلاق سراحهم. الآن هذا فشل. لاحظ معي أن كل الحوارات وكل الوساطات تدور فيما يتعلق بعشرات الأسرى المدنيين أو المصنفين محتجزين كضيوف عند حركة حماس، أما بمعنى أن هناك أسرى من القيادات العسكرية. نعم أنا متحدث باسم كتاب القسام في الأيام الأولى، ظهر في أحد إطلالاته التلفزيونية وقال بشكل واضح نحن لدينا قرابة 200 من الضباط والجنود وهؤلاء ملف مغلق، يعني بمعنى أن كل ما يدور اليوم حول فيما يتعلق بالأسرى يدور فيما يسمى بشق المحتجزين المدنيين، أما هؤلاء لهم ملف خاص، وأعتقد أنه سيكون هذا العنوان إفراج عن جنود وأسرى مقابل عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين هم يصنفون على أنهم في العرف الإسرائيلي أنهم أمنيين، لكن في العرف الفلسطيني هؤلاء مقاومين ووطنيين، وبالتالي مقاتل مقابل مقاتل وليس بالعدد بالمفرد، وإنما المتحدث باسم القسام أبو عبيدة قال تبييض السجون بمعنى إطلاق سراح كامل الأسرى لدى الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح الأسرى الجنود والضباط. ولا نستطيع أنه اليوم أن نقول أنه والله هذا الإفراج أقول لك أن هذا الإفراج الذي يأتي اليوم له بعض الفوائد المهمة، إضافة لأنه يساعد المدنيين في إدخال الوقود والغذاء والماء والعديد من الاحتياجات الطبية، لكن أيضا يجب أن ندرك في المقابل أن جبهة الاحتلال الإسرائيلي المدنية وحتى جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام حالة توقف الحرب بيحصل نوع من أنواع التبريد، بمعنى المبادرة والمبادئة تصبح ضعيفة لديه، وهذا عسكريا نقطة قوة عند الطرف الفلسطيني وليس عند الطرف الإسرائيلي. ولاحظ معي أنه بالأمس واليوم كان يتم الحديث الآن في الإعلام الإسرائيلي يعني بطريقة غير عادية، عندما يتحدث عن كتيبة وفصل ضابطين من أحد الكتائب المقاتلة في شمال غزة أنها هربت أمام المقاومة وفصل ضابطين من الخدمة العسكرية، وفي تقريبا في سرية نصف سرية كل جنودها رفضوا العودة إلى الخدمة خشية العودة إلى عملية القتال، بالتالي هذا بيعطيك مؤشرات بأنه الميدان لا زال بيد المقاومة وليس الطرف الاحتلال الإسرائيلي، والمخزون الموجود لدى الكتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة أعتقد أنه كفيل بأن يضغط على الاحتلال لإطلاق سراح جميع الأسرى. إذن ربما الورقة الأقوى لم تستخدم لغاية هذه اللحظة. طيب. نعم صحيح 100%. نعم. أستاذ عدنان في نفس السياق، الاحتلال لهذه الصورة المرسومة لا يزال يمارس انتهاكاته ضد الفلسطينيين سواء في الضفة أو حتى في داخل غزة كما وقع يوم أمس، هل تعتقد أنه يريد إفشال الهدنة بعد أزمة يوم أمس لأنه لم تكن في صالحه أبداً؟ الاحتلال الصهيوني، لو أخذنا في بداية الضفة الغربية، الاحتلال الصهيوني لا زال يمعن في إجراءاته الإجرامية والتعسفية بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني انظر إلى عدد الشهداء وإلى عدد الأسرى، يعني نحن نتحدث منذ طوفان الأقصى إلى اليوم على أكثر من 5000 معتقل، مئات الشهداء، نتحدث عن أطفال استشهدوا في هذه المعارك. يعني الكيان الصهيوني بطبيعته الإجرامية والمتوحشة، يعني هو يتحدث دائما، يعني أنا عندما سمعنا خطاب نتنياهو ويتحدث بأن هذا الكيان يمثل الحضارة وهو امتداد للغرب، هو امتداد للغرب بوحشيته الإمبريالية، هو نظام احتلالي إحلالي يريد القضاء على الشعب الفلسطيني، ولذلك أي هزيمة لهذا الاحتلال، يعني
البارحة كتب إيال سيسر الكاتب الصهيوني وقال أنه إذا خسرنا هذه المعركة فإن هذه المعركة ستحدد مستقبل إسرائيل إلى 75 سنة قادمة، ولذلك علينا الاستمرار في هذه المعركة لأنه دون الانتصار في هذه المعركة لن يشعر الإسرائيلي بالأمان والإطمئنان. لذلك هو يعرف أنه هزم، يعني لو رأينا جميع ما قاله نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية سواء جنرالات أم السياسيين قالوا سنفرج عن الأسرى بقوتنا، ولكن جاءوا مذلولين صاغرين إلى منتصف إلى ما تريده المقاومة الفلسطينية، ولذلك هو يريد ليس إبطال الهدنة كهدنة، ولكن هو يريد أن يستمر على الأقل بإعطاء إشارات إلى الداخل الصهيوني أنه لا زال قويا يستطيع أن يمارس سياسته كما يريد. ولكن بنفس الوقت نرى كيفية، لو نظرنا إلى وجوه القادة الصهاينة لوجدنا الإذلال على وجوههم بالفعل. وأن المقاومة في غزة هي التي تستطيع أن تفرض المعادلة، تحدد المكان، تحدد الزمان، تحدد العدد، تقول في هناك ملف مغلق بالمطلق، لا تتحدث حتى عن أعداد الأسرى العسكريين، وتقول نحن من سينظف السجون الصهيونية من المناضلين والأبطال الفلسطينيين الموجودين هناك. هذه عادة الكيان الصهيوني، ويحاول دائما أن يستعمل كل وسائل القوة حتى عندما يشعر أنه مهزوم. نحن رأينا ماذا فعل، هو قصف المدنيين، دمر البنية التحتية للمدنيين، ولكن عندما كانت المواجهة مع القوات مع كتائب عز الدين القسام مع قوات عز الدين القسام والمقاومة الفلسطينية، وجدنا الجنود الإسرائيليين يرفضوا الخدمة، وجدنا حاخامات يهود يتحدثوا عن الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الكيان الصهيوني، وجدنا حراس المقابر يتحدثوا عن أعداد هائلة. ولذلك أنا أعتبرها مثل الذي خسر معركة ولكن يريد أن يلقي بحجر ويقول أنني لازلت موجودا. ولكن في ذات الوقت يعني هل تعتقد ربما أستاذ عدنان أيضا المقاومة يمكن أن تنجر لما يريده الاحتلال من يعني التأثير على الهدنة؟ أظن أن المقاومة الفلسطينية أثبتت براعة سياسية وعسكرية مطلقة. يعني نحن يجب أن لا ننسى أن كثير من قيادة القسام والقيادات الفلسطينية في قطاع غزة هي عاشت المعاناة في سجون الاحتلال الصهيوني. يعني يحيى السنوار القائد في قائد حركة حماس في غزة سجن 22 سنة، هو يفهم العقلية الصهيونية، هو يتحدث العبرية بطلاقة، وهو يعرف من أين تؤكل الكتف. يعني عندما يريد أن يضغط على الجبهة الداخلية يعرف كيف يضغط على الجبهة الداخلية. ولذلك رأينا أن حتى الكتاب الإسرائيليين والمحللين الإسرائيليين يتحدثوا بأن من يتحكم برقابنا هو يحيى السنوار، لقد خدعنا عندما كان في السجن، والآن هو الذي يتحدد بمسار المعركة سواء كانت سياسيا عن طريق التفاوض أو عن طريق العمل العسكري. نعم. طيب أستاذ أحمد، نتنياهو من جهة أخرى يقول أو يؤكد أن غزة لن تعود كما كانت عليه قبل طوفان الأقصى، في أي سياق يمكن أن يفسر هذا القول، وهل هو يتكلم عن شيء غير التدمير الذي وقع في غزة؟ التدمير بالأخير يعني الحجر كما يقول أهل غزة من السهل إعادة بنائه، لكن المقصد الأساسي والهدف الأساسي هو التغيير السياسي والأمني داخل قطاع غزة، وهذه الأهداف كانت واضحة تماما وكررت على لسان نتنياهو وكررت على لسان وزير حربه يوغاف غالانت وحتى شريكهم وزير الحرب السابق اللي هو جانتس. هذه الأهداف عندما قيلت طبعا في ذروة المعارك، وقيلت كما أعتقد أنها قيلت برأس حامية، لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يعني متوقعا ومتخيلا لما جرى في 7 أكتوبر، وذهب إلى الحرب دون تخطيط، وضع أهداف عالية جدا وكأنه يعني ذاهب في نزهة أسبوع أسبوعين وسيأتي برأس حركة حماس، وكأن حركة حماس عبارة عن بناية تقصف بطائر وتدمر، ولا يدرك تماما كما اعترف اليوم جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في اجتماع للوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال بأن حركة حماس عبارة عن فكرة وإيديولوجيا ولا يمكن اجتثاثها. هذا الفهم جاء متأخرا، وبالتالي القدرة
على تحقيق الأهداف بالشكل الذي اعتقدوه في بداية المعركة اليوم بدأ مسلما به أنه غير واقعي وغير ممكن. ولاحظ معي حتى الخطاب لدى قيادات الاحتلال الإسرائيلي تتحول تدريجيا من أهداف كبرى بدأت تنزل إلى قضية الآن موضوع الأسرى وتتركز في موضوع الأسرى، وحتى الحديث عن موضوع القضاء على حماس ما عاد يكون بتلك الفجاجة، وإنما تحول الخطاب إلى تقويض قدرات حركة حماس، تغيير الوضع العام في غزة. لكن هم يدركوا تماماً أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، بل أقول أنه من السبع مستحيلات، لأن هذه الحركة ليست لأنها حماس ولأنها يعني حماس هل كانت الحدود لها مفتوحة والإمكانيات متوفرة من أجل أن تصل إلى ما وصلت إليه؟ وصلت بصعوبة بالضبط شديدة بالضبط يعني بالضبط بالضبط. لكن أنا أقول لك مستوى الأهداف التي رفعت كانت انفعالية، كانت عبارة عن حالة من الغضب وحالة من الشحن والشعور بالرغبة بالانتقام والقتل والتدمير. مظنة أن هذا الأمر سهل جدا، كما يدمر مدينة غزة يعتقد أنه يمكن أن يدمر حركة حماس. بل أقول لك من أهم الأشياء اللي اليوم هذه المعركة فرضتها أن قوة وصمود المدني الفلسطيني. أنا أقول لك عصية عن الفهم، يعني أنا اليوم عندما أنظر على شاشات التلفزة وأتابع وأقول كيف هذا الإنسان يصمد رغم أنه فقد كل شيء، كل شيء، مقاومة الحياة فقدت كاملة دون تصنيف. نعم. واليوم تجد هذا مؤمن بقضيته، مؤمن بأرضه، بصموده، بأنه قادر على الانتصار، بل قادر على الإعمار، وقادر على أن يواصل مساره النضالي التحرري. فما بالنا بحركة حماس اللي هي تشكل إطار تنظيمي مؤدلج لديه القدرة الإدارية والأمنية والعسكرية المتراكمة عبر عشرات السنوات. ناهيك أنه حالة الوحدة والالتحام ما بين الفلسطيني المدني الشعبي وما بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، هذا الالتحام اللي حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفكه، حاول بأن يفصل، حتى في مرحلة ما قال نحن عندما يعني انفضحوا من شدة المجازر وانعكاساتها على الرأي العام وبالتحديد الرأي العام الغربي، قالوا حاول أن يفصل ما بين حماس وما بين الشعب، بمعنى أن خطابهم كان يقول نحن ضد حماس، نريد تقويض حماس، نريد إبادة حماس، لكن نحن لسنا ضد الشعب الفلسطيني، مع أن أحد أهم الأهداف التي رفعت على ألسنة هؤلاء القوم من المتطرفين في هذا الكيان كان هو تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وحاولوا ذلك. لم يحسبوهم بشر أصلاً، يعني كانوا يصفوهم. وجاء وزير الخارجية بلينكين من الأيام الأولى وذهب إلى الأردن وذهب إلى مصر وحاول بالضغط وبالإغراء، لكن لم يفلح لا بإقناع العرب ولم يفلح في قدرة على الضغط على المدنيين الفلسطينيين وإرغامهم. واليوم نتحدث أخي العزيز أن مدينة غزة لوحدها ومحافظة شمال غزة الحد الأدنى من الإحصائيات تتحدث عن وجود 700,000 فلسطيني، وأنت شوف في الأيام الأولى من الهدنة آلاف الفلسطينيين كانوا يحاولوا العودة إلى الشمال، بمعنى العودة إلى بيوتهم المدمرة، لأنه لا يوجد إيمان إلا البقاء في هذه الأرض. وأنا أقول لك فكرة الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الفلسطيني إن كان مقاوم وفلسطيني مدني هذه باءت بالفشل، وكل المواقف اليوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد الأوروبي للدول العربية لكل المراقبين تتحدث أنه هذا أمر غير ممكن ومستحيل، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يتعامل بواقعية مع ما يجري في غزة. نعم. طيب نرحب بضيفتنا الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي، مرحبا بك أستاذة إيمان. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مع دخول الهدنة يومها الرابع والأخير واستمرار تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، كيف تصفين آلية تبادل الأسرى وأنت ربما أمام سجن عفر؟ صحيح، يعني نتحدث عن خلال الثلاث أيام الماضية من عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، من حيث المبدأ الآلية كانت هي متوافقة مثل ما تم الاتفاق عليه، وهي شبيهة بآليات التبادل السابقة من حيث نتحدث عن التسليم بالتزامن تقريبا وبعد تأكيد تسليم المحتجزين في قطاع غزة. لكن المختلف وما يمكن التركيز عليه بالفعل هو طريقة
تعامل جيش الاحتلال في يعني قبيل واثناء خروج الحافلات اللي هي حافلات الصليب اللي تقل الاسرى المحررين والاسيرات المحررات امام سجن عوفر. خلال الايام الماضيه يعني منذ اليوم الاول كان هناك يعني تجمع بالالاف امام سجن عوفر في مدينه بيتونيا، الا انه الاحتلال قام يعني بضرب الغاز وتفريق وتشتيت المواطنين لمنع اي مظاهر من مظاهر الاستقبال. بالاضافه الى انه كان هناك يعني حضور من قبل اهالي الاسرى، من قبل ايضا اهالي فقط جاءوا ليشاركوا اهالي الاسرى فرحتهم، وجود اطفال ووجود نساء، وكان هناك اصابات يعني تعرضت البعض من الاطفال للاختناق يعني ومن النساء. كان هناك اطلاق لرصاص الاحتلال، كان عده اصابات بالرصاص الحي، بالاضافه الى يعني جزء من مدينه بيتونيا الشارع الرئيسي اللي يؤدي ل يعني سجن عوفر تم اقتحامه في اليوم الثاني واليوم الثالث بالامس، وكان تقريبا اقتحام لمنتصف البلده لتشتيت المواطنين باكبر قدر ممكن والاعتداء عليهم. بالإضافة يعني نتحدث عن أنه بالأمس أصدر قرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي أنه هناك بلغ عن نشاط تخريبي لمدينة بيتونيا، وهذا النشاط يعني جاء يعني تبلغ عنه بالتزامن مع خروج حافلات الأسرى لمنع ايضا رؤيه حافلات الاسرى اللي يعني لتقل الاسرى، لمنع رؤيه المواطنين لها والمشاركه في موكب الاحتفال. بالاضافه الى انه يعني في بعض الاحيان يتاخر باصدار يعني قوائم اهالي المعتقلين المخرج عنهم، وبالتالي يكون المواطنين واهالي الاسرى على غير درايه انه هل يعني ابنهم الاخير اليوم سيكون من بين المخرج عنهم او لا، هل سيتوجه الى سجن عوفر او لا، خاصه نتحدث عن مناطق يعني مدن الضفه الغربيه للوصول لسجن عوفر هناك 3-4 ساعات، وفي بعض الاحيان قبيل ساعتين فقط يتم الاعلان عن اسم الاسير، وبالتالي يصعب وصول الاهالي. وهي سياسه الاحتلال انه ايضا يصعب يعني يؤدي لعرقله وصول الاهالي. بعض الاشبال الاسرى اللي افرج عنهم اول امس من مخيم جنين لم يستطع اهله الوصول الى مدينه البيره حيث كان استقبال الاسرى هناك، ولم يستطيعوا حتى الوصول لسجن عوفر بسبب كان بالتزامن كان مع خروج حافلات الأسرى من سجن عوفر كان هناك اقتحام لمخيم جنين، فبالتالي حتى الأسير الشبل هذا الطفل اللي كان على أمل أنه يكون أول من يحضنهم ويعانقهم أهله، إلا أنه بقي في رام الله حتى صباح اليوم التالي وحتى استطاع الوصول. طيب. إيمان، أيضا في ذات الوقت هناك شهادات من قبل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تحدثوا عن عمليات ضرب، تعذيب، يعني اعتداءات لا توصف من قبل قوات الاحتلال داخل السجون للأسرى الفلسطينيين. هل تم تسجيل أي من هذه الشهادات من الأسرى الفلسطينيين؟ نتحدث احنا خلال الخمسين يوم كان هناك اعتداءات بحق الاعتداءات من قبل الاحتلال على الأسرى، الا انه لم يكن هناك من يوثقها او يؤكد عليها كونه لا يوجد منظمات دوليه ولا صليب احمر ولا يعني حتى محامين يستطيعوا زياره الأسرى، سوى اللي كان يؤكد ذلك هو ارتقاء واستشهاد 6 أسرى في سجون الاحتلال نتيجه الضرب اللي تعرضوا له يعني اثناء الاعتقال او اثناء وجودهم في أقسامهم. خلال الصفقة يعني كل الأشبال الأطفال يعني حتى الأسيرات أكدوا على الاعتداءات الواسعة اللي تعرضوا لها في السجون من ضرب وتنكيل يعني أيضا حتى تجويع، سحب ملابسهم، وخاصة نتحدث عن أجواء باردة اليوم في فلسطين. هناك يعني بعض الأطفال شهاداتهم يعني شهادات كانت فعلا مبكية صادمة، يعني حتى فاقت ما كنا نتصوره عن خط نتحدث عن اقسام اشبال كان يتم عاملتهم مثل اقسام الاسرى الكبار والاسيرات ايضا ذات الحال. كان هناك شهادات مثلا بالامس من طفل خرج نظارته الطبيه كانت مكسوره نتيجه الاقتحام كان قبل الافراج عنه بيوم واحد فقط، حتى يعني فالاعتداءات هي مستمره حتى خلال ايام الهدنه حتى خلال ايام الافراج عن الاسرى. بعض الاشبال ايضا تحدث انه
ملابسه خلال يعني الاقتحام هي بيضاء كانت، لكن نتيجة التعذيب وسيلان الدماء أصبحت حمراء، ويعني لم يكن لهم سوى فقط ملابس قطع يعني قطعة واحدة لكل أسير، وهذه جزء مصغر من المعاناة. نتحدث الأسيرات جزء منهم كبير تعرضوا أيضا للاعتداءات بشكل مباشر، تم إطلاق الغاز والمطاط داخل الأقسام، وأيضا يعني تعرض منهم البعض للعزل. سمعنا شهادة إسراء زعابيط اللي تعرضت طبعا يعني كان سقف وضعها يعني سيء جدا نتيجة الشروق اللي تعرضت لها، إلا أنه قبل أسبوعين من الإفراج تم اقتحام القسم اللي يقابل قسمها وتم الاعتداء عليها ورش غاز البلبل، وهذا عرضها لحالات الاختناق، ونتيجة الحروق لجسمها أيضا تعرضت لعدة التهابات. طيب شكرا لك إيمان، تفضلي بالبقاء معنا نكمل الحوار مع ضيوفنا الكرام. أستاذ عدنان، كما ذكر الأستاذ أحمد أنه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحدث عن أن حماس هي فكرة وأيديولوجية، ولكن هنا ويصرح من برشلونة أنه يجب التفاوض مع الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ويعني منظمة التحرير الفلسطينية. ماذا يعني برأيك تجاوز المقاومة وهي التي تمسك الأرض وتحرك كل خيوط اللعبة لغاية هذه اللحظة؟ أن المجتمع الغربي لا زال متأثرا بالمنطق الصهيوني، يعني منذ بداية طوفان الأقصى نحن رأينا أنهم استعملوا نفس السردية الصهيونية بالحديث عما قامت به حركة حماس، وتبين زيف ذلك. للعلم ما قاله جوزيف بوريل قاله إيهود باراك قبل أيام، وقال لن نستطيع القضاء على حركة حماس لأن حركة حماس هي فكرة وأيديولوجيا ولذلك لن نستطيع القضاء عليها. يعني حتى في التصاريح نجد أن هناك تناغما أو استنساخا لما يقوله الصهاينة. نحن نعرف أنه منذ اتفاقية أوسلو، عندما وقعت اتفاقية أوسلو تحدث الجميع أن منظمة التحرير هي الممثل، نحن نعرف أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني دفع آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل منظمة التحرير، ولكن للأسف منظمة التحرير اختفت لمصلحة السلطة. السلطة الفلسطينية نحن وجدنا أنها لا تستطيع أن تفاوض لأنها عاجزة. الغرب تحدث عندما وضع اللاءات على حركة حماس، قالوا أنه لن يكون هناك حوار مع حركة حماس حتى تعترف بالاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، حتى تتخلى عن قضية الإرهاب أو ما يقصده هي المقاومة الفلسطينية، وأن تقبل بما تم الاتفاق عليه. هكذا يعني نحن نعرف أنه هم يريدوا المقاومة أن تكون شبيهة بالسلطة، يفرض الكيان الصهيوني عليها ما يريد. إذا كان الغرب فعلا جادا يجب أن يتحدث مع الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني ألا وهو مقاومة الشعب الفلسطيني. يعني نحن نعرف أنه منذ فترة عندما تم طرح كثير من المواضيع لما يروا من غزة، بالبداية قالوا أنه سندخل غزة ونقيم حكم إسرائيلي هناك وسيكون المسؤول عن الأمن هي السلطات الإسرائيلية، فشلوا في ذلك. قالوا سنقيم منطقة عازلة، فشلوا في ذلك، وجدنا المقاومة تقول أن تبادل الأسرى يتم في مدينة غزة. قالوا ممكن أن ندخل السلطة، أن تأتي السلطة على بعد القضاء على حركة حماس. السلطة أعجز من أن تحكم الضفة الغربية، فما بالك أن تحكم حماس تحكم غزة بمقاومتها وبأبطالها الأشاوس من المدنيين والآخرين. ونحن لاحظنا ما قاله نبيل أبو ردين منذ أيام عندما قال أن هذه الحرب هي بين حماس وحركة إسرائيل. يعني هل يمكن لعاقل في قطاع غزة أن يقبل هؤلاء أن يأتوا على دبابة إسرائيلية ويحكموا؟ حتى الحل الرابع الذي تحدثوا عنه وهو القدوم بقوات دولية أو قوات عربية لحكم قطاع غزة لفترة انتقالية، في النهاية من يحدد من يحكم قطاع غزة؟ هم أهل غزة، هم مقاومة غزة. وإذا أراد الغرب فعلا التوصل إلى اتفاق هناك الكثير من التجارب. في أفغانستان تفاوض الأمريكان مع الطالبان الذين كانوا يعتبرونهم أنهم إرهابيين. في فيتنام تفاوض الأمريكان مع الفيت كونغ عندما كانوا يعتبرونهم إرهابيين. يعني أنت تصنف المقاوم دائما بأنه إرهابي، ولكن بالأخير
لن يصح إلا الصحيح. إذا كنت تريد فعلا التوصل إلى حل، أنت تتوصل إلى حل مع من يملك السلاح ومن يملك القوة وليس الضعيف. نحن نرى ماذا يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية. كان الكيان الصهيوني إذا أراد أن يعتقل شخص من غزة كانت تقوم حرب، بينما يدخل الضفة الغربية بدباباته وهناك أكثر من 70,000 مسلح تابع للسلطة ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يستطيع أن يعتقل من يريد من قلب رام الله ولا تستطيع السلطة أن تفعل شيئا. هل هؤلاء من يريد أن يسلب السلام؟ المقاومة الفلسطينية هي التي تحدد الشروط، هي التي تحدد من يحكم الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أوعى من أن يقبل بأن يأتي أحد من الخارج ليفرض عليه قراراته. نحن لاحظنا أن هذه الاتفاقيات هي أوراق. المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة مزق القرار أمام الناس. هذه هي ما تفعل إسرائيل. حسب اتفاقية أوسلو المفروض أن يكون هناك دولة فلسطينية، ولكن لا يوجد دولة فلسطينية. حسب اتفاقية أوسلو يجب أن تكون هناك، وصلنا إلى مرحلة أنه لا يوجد سجناء، تفاوضنا على قضية القدس، تفاوضنا على قضية الحدود. ماذا جرى؟ البؤر الاحتلالية ضمن الضفة الغربية تضاعفت بمئات المرات. عدد المحتلين الصهاينة أو المستوطنين كما يسموا أنفسهم زاد بمئات الألوف. يعني لا تستطيع أن تفاوض عدوك وأنت ضعيف، تفاوض عدوك وأنت تضع بندقيتك على الطاولة. نعم أستاذ أحمد، في نفس السياق بوريل يؤكد مرة أخرى على حل الدولتين. هذا الطرح هل ممكن أن يجد قبول من قبل قادة الاحتلال وهم يتحدثون منذ أشهر على انتهاء هذه الفكرة تماما؟ في ذات السياق وكما تحدث الأستاذ عدنان أن هناك مشروع لجلب واستجلاب قوات حفظ السلام ما بعد الحرب، كيف يمكن أن نفهم الصورة؟ الإدارة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى قيادة الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، كل السيناريوهات المطروحة فيها تعارضات ما بين الإدارة الأمريكية وقيادة الكيان. بمعنى الإدارة الأمريكية اليوم تطرح فكرة حل الدولتين، هل الكيان الإسرائيلي يقبل بحل الدولتين؟ لا يقبل. هو يريد كيان فلسطيني مسخ يولي فيه الإدارة المدنية بين قوسين لسلطة فلسطينية، وهو يبقى له السيادة والمساحة مفتوحة له أمنيا وعسكريا ليدخل ويخرج ويفعل ما يشاء، وبالتالي هي أشبه بحكم ذاتي، سميه ما شئت، مطورا مقلصا إمبراطورية دولة إلى آخره، لكن واضح هذا تصور إسرائيلي وهو يعمل عليه بالمناسبة، يعني ليس جديدا. ولعله هذا الأمر ورد على لسان بنيامين نتنياهو نفسه، قال نحن نريد سلطة في غزة تدير شؤون المدنيين وألا تربي الناس على الكراهية، بمعنى أن تحب الاحتلال، وألا تدفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء، بمعنى التنكر من الذات والتنكر من المقاومة ومن تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن تكون اليد العليا أمنيا واستخباريا وعسكريا بيد الاحتلال. اليوم جوزيف بيريل حتى الرئيس بايدن يتحدث عن حل الدولتين. أنا أقول لك هذا الأمر مطروح من عشرات السنوات. منظمة التحرير الفلسطينية خاضت يعني كما يقولون معركة دبلوماسية عمرها 30 سنة تحت بند حل الدولتين. إلى ماذا أفضى؟ أفضى إلى استيطان، إلى تمدد للاحتلال، انتهاك للمقدسات، قتل الناس. بالمناسبة قبل 7 أكتوبر قرابة 6,000 فلسطيني موجودين في سجون الاحتلال. لماذا؟ هل هؤلاء حماس؟ هل هؤلاء قاتلوا؟ واليوم الذين اعتقلوا منذ عملية طوفان الأقصى يعني بال5,000 هل هم حماس جميعهم؟ لا نعم هذا واضح تماما، في هناك حالة من التوحش. هذا احتلال، الفكرة الأساسية هذا احتلال. أنا أقول لك جوزيف بيريل عندما يتحدث في ذلك، لماذا يتحدث جوزيف بيريل والأمريكان في موضوع حل الدولتين؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا أهدافهم وإرادتهم من بعد 7 أكتوبر. الفشل المدقع السياسي الذي وقع فيه الاحتلال المدعوم أمريكيا والمغطى أمريكيا دفعهم إلى أن يبحثوا عن حلول، وبالتالي في حالة فراغ فعادوا للحديث عن حل الدولتين. طب ما هو حل الدولتين؟ هل حل الدولتين يعني الانسحاب من كامل الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة؟
هذا كلام انا اعتقد مجرد منشطات اعلاميه، الاحتلال يرفض ذلك، رفضه قطعا. بل اقول لك ان اليوم مثلا على هذا نموذج، نعم، بنيامين نتنياهو رئيس حكومه، ما الذي يتحكم فيه؟ يتحكم فيه الثنائي بن كفير ما يسمى بوزير الامن القومي، وسموتريتش وزير الماليه. سموتريتش يتحدث بشكل واضح واضح لا لبس فيه، يقول امام الفلسطينيين ثلاثه خيارات، وهو لديه بالمناسبه عن خطه وورقه عمل وطرحها امام الاعلام ويطرحها طيب. امام حكومه الاحتلال، نعم. تتحدث عن ان هؤلاء الفلسطينيين عليهم ان يقبلوا، اما ان يعيشوا تحت سيادة الاحتلال، وإن رفضوا فمصيرهم إما القتل وإما التهجير إلى الأردن. وبالتالي هذا ليس حديثا إعلاميا، هذا حديث قادة سياسيين يقودون هذا الكيان. فعندما يأتي جوزيف بوريل يريد أن يتخفى بعجزه وعجز الإدارة الأمريكية وعدم قدرته على فرض واقع على الاحتلال، ليقول عن حل الدولتين. بس المهم انه انتم اوقفوا الامور في 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 غزه، نعم، نعم. وخلينا نذهب لحل ذلك. طب يا جوزيف بوريل وقياده ولم الاحتلال ياتي ولم ما ياتي اصلا بشيء جديد، تريدون ان تتحدثوا؟ طيب. هل تريدون ان تتحدثوا مع السلطه الفلسطينيه العاجزه في الضفه الغربيه والغير قادره على حمايه حتى مؤسساتها، بديش اقول المدنيين الفلسطينيين، غير قادره على حمايه مؤسساتها السلطويه؟ هو محمود عباس بنفسه قال احمونا، يعني وهذه صحيح. اصبحت ماده للتندر. اسمح لنا فقط، وبالتالي وفقا، نعم، للمنطق الامريكي هناك حاله تناقض. المنطق الامريكي والغربي يعتمد على القوه وعلى لغه المصالح، من هو الطرف القوي في المشهد الفلسطيني؟ والسلاح هو اليوم الذي يحكم. نعم استاذ احمد، صح. اسمح لنا فقط ان نعود الى استاذه اسماء، ربما استاذه اسماء عفوا ام ايمان؟ أسماء، صحيح معك. أهلا بك أستاذة. يعني بودي أن أسأل سؤال أيضا بخصوص الأسرى. الاحتلال اعترض على قائمة الأسرى المسلمة للدفعة الرابعة التي من المنتظر أن تسلم اليوم، ما وجه الاعتراض لو لديك أي معلومة؟ يعني فيما يتعلق بهذا الخصوص، يعني حتى اللحظة يعني لا يوجد معلومات وافية، كون يعني مرتبط هذا بشكل خاص بالتفاوض مع الوسطاء وغير متاح. لكن ما سمعنا يعني في حسب ما ورد عبر الإعلام الاحتلال، كان هناك الاعتراض على إطلاق محتجزين دون أمهاتهم، لأنه يعني ما تم إطلاق سراح الأمهات، كونه نتحدث عن صفقة كانت في من إحدى شروطها أنه يخرج النساء، لكن هؤلاء النساء هن مجندات وليسن مدنيات، فبالتالي المقاومة تتعامل معهم هم كمجندات، فبالتالي يعني لم يرد اسمهم من ضمن الدفعة الرابعة اللي من المقرر الإفراج عنها. طيب هناك فقط عاجل بودنا أن نقرأه، ننتظر العاجل سريعا. طيب ربما تمديد رويترز تل أبيب تقول توافق على تمديد الهدنة لمدة 5 أيام مقابل الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا، إضافة إلى إطلاق سراح 3 أضعاف من الفلسطينيين. إذن تمديد الهدنة 5 أيام والإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا ب3 أضعاف من الفلسطينيين. أيضا أسماء، لو يعني الاعتراضات الآن ونحن في اليوم الأخير في ظل تهديدات تل أبيب بعدم تمديد الهدنة، مددت الهدنة، يعني أيضا يعني الأوضاع في الضفة الغربية تزداد فيها الاقتحامات من قبل الاحتلال، كيف نفهم هناك عملية إطلاق سراح وهنا عملية اعتقالات مستمرة؟ يعني بالفعل أمام يعني حديث الاحتلال عن الهدنة وفي قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، إلا أنه هو يواصل يعني عمليات التنكيل في الضفة الغربية، لأنه الضفة الغربية بالنسبة له في هذه الأثناء خاصة هي المتنفس له والمكان الوحيد اللي هو يعني بالنسبة له ممكن يفرض أنه قوته أمام الشعب الإسرائيلي، أنه هو مسيطر وهو قادر، خاصة في ظل نتحدث عن انه هو خضوع الاحتلال للصفقة، هي تعتبر هزيمة وليست الضفة الغربية هي المكان اللي يمارس فيه القمع، سواء من عمليات اقتحام للمدن، اقتحام للمخيمات، تجريف البنى التحتية أيضا للمخيمات، وبالإضافة للاعتقالات المستمرة. طبعا خلال ثلاثة أيام من الإفراج عن الأسرى
كان اليوم الأول واليوم الثاني كان عدد المعتقلين أقل، لكن بالأمس كان هناك يعني منذ الأمس حتى فجر اليوم كان حملة اعتقالات واسعة واقتحامات واسعة على المدن. عرف من بين المعتقلين أنها من بين المعتقلين أيضا أسرى محررين و يعني أفراد شاركوا خلال اليومين الماضيين في يعني استقبال الأسرى والمحررين، وبالتالي هي تمارس أيضا يعني الاحتلال يمارس عقوبة على من يشارك في الإفراج عن الأسرى، لأنها هي لا تريد أي مظاهر انتصار للمقاومة ولا للأسرى. فبالتالي إسرائيل يعني أمامها هو فقط أنها بتزيد من تصعيدها في الضفة الغربية وتحافظ على يعني تدفق مستمر لأخبار الدماء، خاصة خلال يعني الأسبوع الماضي كان هناك ارتفاع لعدد كبير من الشهداء. وايضا بالاضافه الى انها يعني هاي السياسه هي بتمارس سياسه العقاب الجماعي اللي هي بتمارسها ليست فقط منذ 7 أكتوبر، هي تمارسها من خلال يعني نتحدث عن عام ونصف هي تمارس هاي السياسه من أسماء خلال أسماء في دقيقه لو سمحتي ودد ان اسالك فقط على الاعتداءات التي تعرضتم لها انتم كصحفيين في اثناء تغطيه الافراج عن الأسرى قرب سجن عنفر. يعني خلال 3 أيام الماضية كما تحدثت في البداية كان يعني كان اعتداءات على المدنيين بالإضافة على الطواقم الصحفية، وأنا كنت من بين هذه الطواقم في اليوم الثاني تحديدا. كان هناك اقتحام لشارع سجن عنفر بشكل مفاجئ، ضرب بشكل يعني كثيف لغاز المثيل للدموع، تعرضت للاختناق والإغماء نتيجة ملاحقة جبهات الاحتلال للسيارة اللي كان كنت متواجد فيها. شكرا لك أسماء، ونعتذر لضيق الوقت. الصحفية الفلسطينية أسماء أهري، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك ولكل الكوادر الصحفية السلامة. نشكر كذلك من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الحيلة، ومن ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ عدنان أبو شقرة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. شكرا.